تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد الجيش اليمني بقتل 20 فردا من الانقلابيين في كمين مسلح على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية. ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن مصادر ميدانية قولها إن قوات التحالف العربي استهدفت مجاميع ميليشيات الحوثي بعد أن رصدت تحركاتهم على الشريط الحدودي عبر عمل كمين مكون من فرق راجلة وبمساندة من مروحيات الأباتشي السعودية. دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن إلى الاقتداء بالولايات المتحدة في التصدي لإيران بسبب سلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار والمنتهك للقوانين في المنطقة. وعقد مجلس الأمن اجتماعه الشهري لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي. لقي 41 شخصا على الأقل مصرعهم في هجوم شنه انتحاريون ومسلحون على مركز تدريب تابع للشرطة في مدينة غارديز وسط أفغانستان. وأعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، كما حملت مسؤولية تنفيذ هجوم آخر في مقاطعة غزن المجاورة أسفر عن قتل 30 شخصا معظمهم من رجال الأمن وإصابة نحو 10 أشخاص بجروح. كشفت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم يوم الأربعاء أنها تعرضت لتحرش جنسي من أعلى مستوى في السياسة مع إعلانها الانضمام إلى حملة أنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن قد اتهم سابقا والستروم التي تتولى منصبها منذ عام 2014 باتباع دبلوماسية نسوية للحظ على احترام حقوق المرأة وحريتها كجزء من علاقات السويد الدولية. قالت إيلين ديوك القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي يوم الأربعاء إن شركات التكنولوجيا عززت التعاون مع السلطات في مواجهة المواد الداعية للتطرف عبر الإنترنت، لكن ما يزال يتعين عليها التحرك سريعا لحذف مواد دعائية تزيد التطرف المحلي. وأضافت ديوك أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي لبذل مزيد من الجهد في هذا الشأن. قال المغني إد شيران إنه أصيب ببعض الكدمات والكسور جراء حادث دراجة هوائية أسفر عن كسور في الرسغ والكوع وأحد الأضلاع، وأدى إلى إلغاء حفلات له في آسيا ضمن جولته الغنائية. وأضاف شيران أن مستقبل جولته العالمية الخاصة بألبومه الأخير ديفيد يتوقف على مديره ووكيل أعماله. نهاية الموجز، في أمان الله.